سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والنقل ارتفعت بصورة كبيرة جدا، وللأسف جت كمان أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوط تضخمية هائلة على العالم كله. والنهاردة احنا بقينا بنسمع أرقام تضخم في العالم ما حدش سمعها من عشرات السنين. ويمكن هنا أنا عايز أصارح المواطنين بنقطة مهمة جدا، إن يمكن هذه الأزمة أشد بكثير جدا من أزمة كورونا، لأن في أزمة كورونا اللي حصل إن عدد كبير جدا من الدول توجهت لفكرة الإغلاق التام، والإغلاق التام ده أدى إلى نقص الطلب على كل السلع والمنتجات، وبالتالي أدى إلى انخفاض أسعار هذه المنتجات والسلع. وجدنا كنا في وقت من الأوقات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية نزلت لأقل معدلاتها في العالم كله، لأن الناس كانت كلها قافلة وبالتالي ما كانش هناك طلب. ده سمح لنا احنا في مصر في هذه الفترة ان نوفر جزء كبير من الموارد اللي كانت محطوطة مخصصة لهذه النفقات، اننا ضختها في خلق فرص عمل لشبابنا، وبالتالي قدرنا ان احنا يعني كعدد يمكن كدولة من الدول القليلة جدا اللي نجحت انها تخلق فرص عمل كبيرة جدا في هذه الفترة، وانها تحقق نمو اقتصادي موجب. ولكن وطأت هذه الازمة الحالية ان الاسعار حصل العكس تماما، ان الاسعار زادت بصورة غير مسبوقة، وشفنا بالذات اسعار الوقود والسلع الغذائية الكبيرة اللي حصلت بطفرات بارقام كبيرة جدا، وده سبب ضغط هائل على مواردنا، لان النهاردة بقينا مضطرين ان احنا نتعامل لتأمين اكبر قدر من الموارد علشان نؤمن السلع بتاعتنا. والدولة المصرية الحقيقة بتوجيه من القيادة السياسية كانت واخدة الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة من توفير مخزون استراتيجي من كل السلع اللي مكننا الحمد لله النهاردة ان المواطن بيقدر ينزل ويشوف ان السلع كلها موجودة بدون اي نقص. والحقيقة من اول ما بدأت هذه الأزمة واحنا ابتدينا نتعامل مع موجة الارتفاع الكبير اللي حصل في الأسعار بزيادة انزال حجم كبير جدا من السلع في الأسواق، وتعاملنا مع هذا الموضوع من خلال لجنة الأزمة اللي شكلت لهذا الغرض، واللي النهاردة بقت بتقعد على مدار كل أسبوع بنقعد وبنراجع مع بعض الموقف عشان نؤمن كل السلع وضرورات الحياة للمواطن المصري. وبالتالي الحمد لله قدرنا في الفترة الأيام القليلة الماضية ان احنا نكبح جماح زيادة الأسعار اللي حصل، ويحصل وفر كبير من السلع. ويمكن كان توجيهات أيضا القيادة السياسية بالتبكير بالمعارض منافس بيع السلع عشان استغلالا لقرب حلول شهر رمضان المعظم، فالحقيقة فتحنا المنافس بأسعار وتخفيضات كبيرة جدا. أخذنا قرارات في يعني تسعير الخبز الحر، وأكيد حضراتكم تابعتوا هذا الموضوع، وأعطينا حوافز النهاردة لتأمين أكبر مخزون من القمح من خلال حوافز إضافية تم إقرارها لحافز توريد ونقل القمح، بحيث يبقى السعر مجزي للفلاح المصري، وبحيث أن احنا نؤمن بأكبر قدر ممكن الحقيقة احتياجاتنا من القمح على الأقل لغاية نهاية هذا العام. الحقيقة في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع هذه الأزمة واللي احنا للأسف برضو العالم كله مش شايف مدى زمني لانتهائها، وبالتالي ده كان يتطلب مننا ان احنا نضع كل السيناريوهات في الاعتبار، ومنها وانا يعني لازم نقولها ان يكون هناك سيناريو متشائم لطول امد هذه الازمة. وبالتالي احنا كان لازم نعيد صياغة كل سياساتنا النقدية والمالية زي كل الدول العالم عملت، علشان ان احنا نتعامل مع السيناريو دائما المتشائم، ماذا لو طال امد هذا الصراع وتداعياته وضغوطه على كل موارد وإمكانيات العالم، ومصر هي جزء لا يتجزأ من هذا العالم. فالحقيقة أن المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية اللي هو برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعينين بالملف الاقتصادي، كنا على يعني تنسيق فيما يعني وضع كل الإجراءات اللي من شأنها أنها تمكن مصر من الحفاظ على المكتسبات اللي حققناها كاقتصاد في الفترة السابقة، ولكن في نفس الوقت يكون هناك أيضا مراعاة للبعد الاجتماعي في والحماية الاجتماعية في الفترة دي، على اعتبار طبعا أن هذه أزمة وهناك ارتفاع كبير في الأسعار. والحقيقة أن المجلس التنسيقي بتوافق على مدار الفترة السابقة يعني حصل نوع من التوافق على عدد
من الإجراءات اللي تخص كل من السياسة النقدية والسياسة المالية. أنا هترك وأتيح الفرصة لزميل السيد محافظ البنك المركزي أنه يتكلم على الإجراءات اللي تمت فيما يخص السياسة النقدية، واسمحوا لي بعد كده أكمل كل الإجراءات الأخرى اللي الحكومة النهاردة قررت أنها تتخذها وحنعلنها النهاردة في إطار توجيهات فخامة الرئيس. تفضل يا فندم. شكرا دولة الرئيس. شكرا دولة الرئيس. أشكر سيادتك على الدعوة لهذا المؤتمر. طبعا النهاردة كان يوم مهم. البنك المركزي اتخذ قرارات هامة النهاردة الصبح، والقرارات دي بالنسبة لأسعار السياسة النقدية وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. وطبعا أنا برى أن القرارات دي كانت قرارات جيدة جدا وقوية، وفعلا يعني في ولو أنه أول يوم، لكن ردود الأفعال الدولية جاءت إيجابية جدا بالنسبة لقراراتنا. طبعا القرارات دي كان لها هدفين رئيسيين. احنا القرارات دي كان هدفها ان احنا نحافظ على المقدرات المالية لمصر، ونحافظ على سيولة النقد الاجنبي من اجل تأمين كل احتياجات المجتمع المصري في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة. فطبعا احنا الاهمية الاولى عندنا قبل مستويات اسعار الصرف والفائدة هو كبنك مركزي هو توفير السيولة، لأنه بدون السيولة طبعا الأسعار ممكن تبقى مختلفة خالص. فإحنا كسياسة نقدية لازم أن احنا كنا نتسق مع المتطلبات الدولية من ناحية الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين اللي احنا بنحتاجهم بنمول منهم احتياجات جزء كبير من احتياجاتنا. وطبعا الحركة في أسعار الصرف اللي هي كانت عملية تصحيح، وطبعا سعر الصرف في مصر هو سعر محرر، بالتالي هو بيعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، لأن احنا جزء من العالم النهاردة وفي مصر. طبعا لا يخفي على أحد أنه تطورات في العالم كانت في الفترة اللي فاتت سنتين فاتوا صعبين جدا، لكن احنا الحمد لله بالتنسيق مع الحكومة وبدعم سيادة الرئيس، احنا أزمة الأولانية أزمة كورونا كانت أزمة عنيفة جدا، أطاحت بفرص عمل وبطالة في الدول حتى الدول المتقدمة بنسب كبيرة، وأدت إلى زيادة أسعار السلع، وبالتالي وأدت إلى إفلاس كثير من الشركات الصغيرة. إحنا في مصر قمنا بدور كان حقيقي متميز في هذه الفترة، وحاس فعلا على تقدير المراقبين الدوليين ان احنا التوقيت والاستباق اللي تمت بيه اجراءاتنا بالنسبه لكورونا كحكومه وبنك مركزي اللي هو دايما في التنسيق قوي وواضح، قدرنا ان احنا ندافع عن مقدرات الاقتصاد كافراد او كمؤسسات انتاج صغيره او كبيره او متوسطه، وكميزان المدفوعات وايرادات مصر من النقد الاجنبي، وكمعدلات تنميه، وايضا المهم ان احنا حفظنا كمان في ظل الحدث الصعب ده على مستويات الاسعار. يعني احنا من ساعة ما احنا اتخذنا قرارات اصلاحية في من خمسة سنوات اكثر من خمسة سنوات بقيادة الرئيس اصلاحات اقتصادية، الاصلاحات دي شالت الاقتصاد المصري خمس سنوات وادت الى مستويات التضخم انخفضت في وقت الى 3.5%، وأدت إلى الدفع بالتنمية بشكل ضخم. يعني إحنا طبعا لا يخفى على أحد أنه مشروعات التنمية في مصر، وأنا بشتغل في مصر بقالي 40 سنة، يعني لم تحدث من قبل في جميع القطاعات في كل الصناعات. وبالتالي إحنا الإجراءات الإصلاح اللي تمت في 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبي لأسواق رأس مال دولية إلى البورصة المصرية إلى التحويلات المصريين اللي هي تضاعفت بسبب الثقة، بسبب قرارات 2016 تضاعفت تحويلات المصريين وصلت إلى 31 مليار بعد ما كانت في حدود 12-14 مليار دولار. فطبعا في برضو كل ده احنا بنبص على ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الأجنبي
وبنتخذ القرارات المناسبة للحفاظ وحماية هذه الموارد، لأن هذه الموارد هي الدماء التي تجري في شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر والمجتمع، لأن احنا طبعا معتمدين لحد كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج. وكان بالتالي نجحت هذه القرارات، وبقى مصر بقى لها سمعة في الأسواق الدولية، يعني في أي وقت بنخرج نصدر سند دولي 40 سنة، بيعتبر استثمار، أنا بعتبره استثمار أجنبي 40 سنة ب6-7%، تأتي إلينا الأموال، وبالتالي استطعنا أن نحقق الموارد لمعيشة اليومية للمجتمع ولكل مشروعات التنمية اللي هي وظفت وخلقت وظائف ضخمة جدا في البلد. فالاستقرار النقدي مهم جدا للاقتصاد المصري وللمجتمع. احنا قدرنا نعدي أزمة كورونا بدون ونحمي المجتمع من صدمة الأسعار. كيف فعلنا ذلك وحافظنا على مستويات أسعار الصرف؟ بالتدخل بالاحتياطيات الدولية اللي بناها البنك المركزي بعد برنامج الإصلاح. من ضمن مزايا برنامج الإصلاح ان الدولة بنت احتياطيات نقد أجنبي ضخمة، وبالتالي بتيجي الأزمات بتستخدم الاحتياطيات لتدافع عن الاستقرار للمجتمع. فحصل ان احنا استخدمنا الاحتياطيات ايام أزمة كورونا، ومصر من الدول القليلة جدا من 3 دول في العالم لم تحدث زيادة أسعار فيها للنقد الأجنبي في الأزمة دي. جميع الدول الناشئة حصل فيها زيادات في مستويات أسعار النقد الأجنبي بين 15-30%، واعتقد في دول يعني قريبه مننا فيها مستويات التضخم وصلت اكثر من 50%. فاحنا الحمد لله عدينا فتره كورونا بنجاح كبير، وحقيقه اخذنا شهاده دوليه في سياسات الحكومه المصريه في التعامل مع كورونا، وكان ضمن يعني السياسات المهمه في هذا الشأن التوازن في عمليه الاغلاق وعدم الاغلاق. فبالتالي طبعا يعني الحكومه كان نتيجه قراراتها مؤسسات كتير استمرت في العمل ولم تفقد فرص العمل. كبنك مركزي وقطاع مصرفي وبالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء، احنا نزلنا اموال ضخمة في السوق المصرية، سيولة ضخمة، عشان نساعد كل المؤسسات اللي كانت في البلد انها ما تفقدش القدرة انها تصرف على العمالة وعلى الانتاج. وطبعا اخذنا يمكن 21 مبادرة، ومنها تخفيض اسعار الفائدة للمقترضين وائتمان وتمويل ضخم لقطاعات الخاصة، القطاع الخاص الاقتصادي الذي وصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2020 زيادة في الائتمان للقطاع الخاص. ده كان مهم جدا والحمد لله كان ناجح جدا. جاءت بعد ذلك في النصف الثاني من عام 2021 أزمة أخرى، هي عملية أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ في شد السيولة من الأسواق، سيولة الدولار من الأسواق، وبدأ في سياسة انكماشية، وبالتالي بدأت السيولة تخرج من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر. ومع ذلك احنا في مصر نظرا للاحتياطيات القوية وقدرنا ان احنا نسدد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها، ونوفر برضو كل احتياجات السوق المصري في خلال أزمة التضييق النقدي اللي قام به البنك المركزي في الولايات المتحدة، وفعلا برضو حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية. احنا بقى فوجئنا طبعا كلنا بأزمة الحرب الأوكرانية، دي كانت ضربة أخرى في العالم وعدم الاستقرار العالمي الاقتصادي وحروب اقتصادية كبيرة، وطبعا بالطبع أثرت على مصر أيضا. احنا أصبحنا جزء من السوق الدولي، نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود 100-150 مليار دولار واردات، صادرات، استثمار، اقتراض، أسواق رأس مال. احنا جزء من السوق الدولي، وأصبح ان احنا لازم ناخد إجراءات في السياسة النقدية تصحح الأوضاع من أجل الحفاظ على حاجتين: حفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر، ثقة أسواق المال الدولية في مصر، عشان نقدر دايما أن احنا نلجأ إليها في توفير احتياجات التنمية. والحاجة الثانية أن هي كمان
النقد الاجنبي ان هي بتحافظ على موارد مصر من النقد الاجنبي اللي هو من المصريين المقيمين في الخارج. فكان لازم يحصل، حصلت حركه تصحيح في النقد الاجنبي، وهي حركه بتعكس التطورات والاحداث في السوق العالميه او في السوق المصريه، لان احنا قلنا في 2016 ان اسعار الصرف بتعكس الاوضاع الاقتصاديه العالميه والمصريه، وان هو سعر صرف محرر. وجاءتنا تقارير ايجابيه جدا من الخارج انه ده بالحركه اللي تمت في سعر الصرف حصل تصحيح لمستويات اسعار الصرف في مصر، بحيث انها تبقى تنافسيه بالمقارنه بالدول الاخرى، وتنافسيه للصادرات، وبرضه من اجل تنظيم عمليه تسعير الواردات بالاسعار المناسبه. ده من ناحيه النقد الاجنبي وسعر الصرف. واحنا نرجو ان ازمه اوكرانيا يعني تنتهي في القريب العاجل، لكن طبعا هي عامله اضطراب في جميع الدول. بالنسبه لاسعار الفائده، طبعا احنا اللي حصل سيطرنا على مستويات التضخم في السبع سنين اللي فاتوا، ووصلنا المستويات تقريبا 3.5 و4% لفترات طويله. واسعار الفائده احنا لم نرفعها في مصر من عام 2017، بالعكس احنا اعطينا اسعار فائده مدعمه لقطاعات الصناعه والمقاولات والسياحه الى اخره. النهارده التضخم في العالم، التضخم في مصر اصبح مستورد من الخارج، هو ليس نتيجة لأي شيء في السياسات الحالية الموجودة داخليا. المنتجات في الخارج أسعارها غليت، الشحن في الخارج أسعارها غليت، الأسعار بدأت ترتفع، وبالتالي كان لازم السياسة النقدية اللي هي مسؤولة عن التعامل مع زيادات في مستوى الأسعار إنها تتعامل مع إنها نسحب سيولة الجنيه المصري، نقلل من السيولة في الأسواق المصرية عن طريق زيادة أسعار الفايدة وتشجيع الناس والمدخرين على الادخار. وبالتالي أصدرنا الشهادة اليوم، كمان البنوك المصرية أصدرت شهادة ب 18%، لأنه عملية تعويض أيضا على زيادة مستويات الأسعار للمدخر المصري، اللي ملايين الأسر عندنا مش أقل من 30 مليون عميل شهادات استثمار، 30 مليون بأسعار الفائدة أو العائد على ودائعهم وعلى مدخراتهم بيحتاجوها إن هم يصرفوا في حياتهم اليومية. فالزيادة إلى 18% هي يعني كانت خطوة طيبة، وأعتقد إنه المجتمع كان طالبها، لأن المجتمع طبعا كان بيشعر بزيادات في الأسعار. ده بالنسبة لمستويات أسعار الفائدة، وهتفضل دايما السياسة النقدية تعكس التطورات العالمية والدولية والتطورات في السوق المصري، لكن احنا هدفنا ان احنا نحافظ على موارد مصر والسيولة من النقد الأجنبي قبل الأسعار، عشان نوفر السلع الأساسية والاستراتيجية المطلوبة للمواطن المصري. كان مطلوب مننا نخزن قمح، وفعلا دولة الرئيس أعلن قبل كده أن مخزوننا من قمح يكفي عدد كبير من الأشهر. النهاردة إحنا استفدنا من هذه الأوضاع، واستفدنا أن إحنا قدرنا نقوي وضعنا النقدي، لأن الوضع النقدي وضعنا في النقد الأجنبي مهم أن إحنا نحافظ عليه، ومهم أن إحنا نحافظ على قنوات الاستثمار الأجنبي اللي بتجيب لنا النقد الأجنبي، سواء هي صادرات، سواء هي مصريين مقيمين في الخارج هيحبوا يشوفوا عائد مناسب على العملة بتاعتهم. لأن احنا لما صححنا أوضاع أسعار العملة في 2016، المصريين بعد ما كانوا بيجيبوا 12 مليار دولار في السنة بيحولوا لنا 31 مليار دولار في السنة، وده جزء كبير مما نعتمد عليه في الاقتصاد المصري لتلبية احتياجاتنا بالنسبة للتنمية. فيعني ده باختصار اللي احنا قمنا بيه النهاردة. اعتقد ان دي كانت قرارات جريئة. طبعا احنا البنك المركزي، قرارات السياسة النقدية قرارات البنك المركزي، لكن طبعا احنا بننسق وبنستمع وبنتناقش وبنتشاور، وبالتالي يعني الحمد لله يعني اتخذنا هذه القرارات لحماية مواردنا يعني الفترة القادمة، ونرجو ان الامور على المستوى الدولي انها تتحسن في الفترة الجاية. بنوكنا المصرية قوية،
بخير، ما زالت بتمول التنمية بشدة، بتمول كل المشروعات صغيرة وكبيرة، وعندها مستويات عالية من السيولة. يمكن كان في كلام كتير يعني مش صديق اتقال في الفترات اللي فاتت، كان كلام كله غير صحيح على الإطلاق. احنا أعلى مستويات سيولة من دول في أوروبا وفي الشرق الأوسط، الحمد لله مستويات السيولة عالية. الرقابة على البنوك مؤسسة قوية جدا، البنوك المصرية بالتقارير الدولية كلها تقارير جيدة، وإن شاء الله إن احنا نقدر إن احنا نحافظ على هذا المستوى ونحافظ على أداء الاقتصاد واحتياجات الاقتصاد على قدر الإمكان. لكن لازم الناس تعرف إن احنا في ظروف صعبة جدا، وإن احنا بنحاول أقصى ما نعمل إن احنا نشتغل وننفذ العمل العلمي اللي هو بيحافظ على أساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادي. شكرا أستاذ رئيس. شكرا يا فندم. الحقيقة في ضوء يعني ما عرضه السيد المحافظ، يمكن أيضا إحنا كجانب حكومي الحقيقة كان في اجتماعات متتالية، ويمكن كان بناء على المتغيرات الكبيرة جدا إحنا كنا قدمنا مقترح المشروع الموازنة للعام المالي القادم الجديد، كان عرضناها قدام فخامة الرئيس، ولكن مع المستجدات اللي تمت كان توجيهات السيد الرئيس بإعطاء الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية للمواطنين في خلال هذه الفترة من الأزمة. وبناء على هذا الكلام الحقيقة قامت وزارة المالية بتعديل الموازنة العام القادم عشان تتيح مساحة أكبر للبعد الاجتماعي، لاستيعاب الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية والأساسية ولبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني مع زيادة المرتبات والمعاشات اللي احنا الحقيقة كنا قلناها. والحقيقة بناء على اجتماع فخامة الرئيس معانا فالحقيقة فقد تقرر ما يلي: أولا تبكير تطبيق زيادة المرتبات اللي كانت مقررة العام المالي القادم 2022-23 واللي كان المفترض أنها هيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1/7 القادم لتبدأ من 1/4 الحالي، يعني بقى هنبدأ الحقيقة بدري 3 شهور، وده الحقيقة بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة هتصل إلى حوالي 8 مليار جنيه. يبقى بدل ما كانت الزيادة هتطبق اعتبارا من 1/7، لا هنبدأها اعتبارا من 1/4. على نفس المنوال الحقيقة وافق سيادة الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن برضو يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من معاش شهر أول إبريل اللي هو القادم في خلال الأيام القليلة القادمة، بدلا برضو من إن هو كان هيتطبق اعتبارا من 1/7، وده برضو بتكلفة إضافية تصل إلى 8 مليار جنيه. القرار الثالث هو رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9000 جنيه إلى 15000 جنيه. ده ببساطة شديدة عشان المواطن يفهمه، بقى النهاردة كان الإجمالي اللي بيبقى بيخضع لإعفاء ضريبي من دخل المواطن كان 24000 جنيه في السنة، بهذا القرار وصل إلى 30000 جنيه في السنة. معنى كده أن المواطن اللي مرتبه 2500 جنيه في الشهر مش هيدفع أي ضرائب النهاردة، وده جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. القرار الرابع هو إضافة عدد 450000 أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة، وده هيبقى بتكلفة سنوية إضافية 2.4 مليار جنيه مصري. الحقيقة أيضا كان توجيه فخامة الرئيس بتوفير احتياطي نقدي كبير في موازنة العام القادم هيصل إلى 130 مليار جنيه عشان الدولة المصرية تستطيع أن تستخدمه لمواجهة التداعيات والأعباء اللي متوقع أنها تستمر في حالة استمرار وطول أمد هذه المعركة الأزمة، بحيث يبقى احنا جاهزين في أي لحظة لو لا قدر الله استمر أمد هذه الأزمة لفترة طويلة إن احنا نحاول بقدر الإمكان من خلال هذا الاحتياطي نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، ويبقى المواطن بيتحمل فقط جزء من هذه التداعيات. الحقيقة بالإضافة إلى هذه التوجيهات الحقيقة الحكومة أيضا يعني اتخذت بعض الإجراءات الأخرى اللي هعلنها برضو، إن هيتم علشان لتشجيع الصناعة ولحركة الإنتاج إن يعني هيتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه مصري للسلع الأساسية والمستلزمات الإنتاج حتى آخر إبريل
الحالي، وبعد كده هنبدأ نراجع هذا الموضوع علشان نقرر إيه اللي هنعمله في هذا الشأن، وده عشان يخفف من أعباء بالذات للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. أيضا الحقيقة الدولة المصرية من خلال وزارة المالية أيضا هتتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية عشان تسهيل والتخفيف على القطاعات الصناعية في ضوء ان احنا متوقعين ان هيبقى فيه تضرر ليها، ودي هتبقى بتكلفة اجمالية على مدار هذه الفترة حوالي 4 مليار او 4 مليار الا ربع. الحقيقة بكرة ايضا هيعرض في مجلس الوزراء حزمة تحفيزية للبورصة المصرية الحقيقة علشان تشجع وتنعش هذا القطاع المالي المهم جدا في خلال الفترة القادمة. الحقيقة ان انا عايز يعني اودي هنا في الاخر مجموعة من الرسائل المهمة جدا. احنا عايزين في البداية طبعا اود ان انا اطمئن المصريين ومجتمع الاعمال المصري والمستثمرين المحليين والاجانب ان الحكومة والدولة كلها بكل قطاعاتها ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي للدولة المصرية، وحنتخذ كل السياسات والقرارات اللي من شأنها انها تضمن تحقيق ذلك. والحقيقة في ختام كلمتي ان انا حابب ان انا أأكد لكل المصريين ان احنا ان شاء الله مصر هتكون قادرة على اجتياز هذه الأزمة الغير مسبوقة اللي العالم كله بيواجهها النهاردة، وزي ما وفقنا ربنا سبحانه وتعالى من قبل في التعامل مع الأزمات السابقة ومنها طبعا كانت جائحة كورونا، احنا النهاردة الحقيقة بمتابعة يومية من القيادة السياسية للحكومة ولكل المؤسسات بنتخذ كل الخطوات اللي من شأنها ان شاء الله ان احنا نعرف ازاي ندير هذه الأزمة ونتعامل معاها زي ما بقول لحضراتكم، محطين كل السيناريوهات المختلفة لهذه الأزمة للتعامل معاها. ولكن الأهم بالتأكيد كلنا متفقين على ان احنا محتاجين هذه الفترة تكون الأولوية القصوى لاستقرار أوضاع الاقتصاد المصري، ضمان توافر كل السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بهذه التحديات، ويكون لدينا المرونة إن شاء الله في خلال هذه الفترة القادمة للتعامل مع هذه الأزمة حتى تنتهي بإذن الله. وإن شاء الله أنا عايز أطمن بيه المصريين إن بمجرد انتهاء هذه الأزمة طالت أم قصرت هيكون لدينا برضو الخطط إزاي إن إحنا سرعة التعافي والخروج من هذه الأزمة والعودة للأوضاع الاقتصادية المستقرة اللي إحنا الحقيقة كنا عليها. وإن شاء الله بدعم ودعاء كل المصريين وتعاونهم كشعب وقيادة وحكومة إن شاء الله هنستمر في المضي قدما في تنمية بلدنا الحبيب مصر بإذن الله، وربنا يكتب لنا جميعا السلامة والتقدم والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.